النضال المشترك بين الشعبين الجزائري والتونسي كان وعلى مر العصور من الأولويات الطبيعية التي وحدت البلدين، وتجسد ذلك منذ نجم شمال إفريقيا، وكمثال على ذلك المناضلة مسعودة موساوي من مواليد 1920 بمدينة جيجل. حيس موساوي عندي عائلة جيجلية، يعني عائلة كانت ميسورس الحال، لا بأس عليهم، طبقة مثقفة مربية، قالوا لنا راحوا سوسوما كما قالوا، كانوا خدامين، قالوا راحوا عندهم سيجارة في تونس هكذا قالوا لنا. وما أن استقرت في تونس حتى بدأت نضالها في الحزب الدستوري التونسي، وعند قيام الثورة التونسية بداية الخمسينيات كانت المرأة الوحيدة في صفوف المجاهدين التونسيين، وتخصصت في التمريض. غداة استقلال تونس كرمت من طرف القيادة التونسية آنذاك. أنا ما عرفتش اللي ماتت في الزوراس، ما عرفتهاش أختها مسعودة، ما عرفتهاش، عرفتها كي جات ليلى الله يرحمها وبغاو يدشنوا هذاك الحي، ما عرف لا وين راه لك ولا الحي تاع مسعوده، هاو جاي في الغون بوان في الدخله، دخلوا هي واختها، دخلوا على الجبال، ما دخلوش يعني في الطريق، دخلوا على الجبال. لكنها فضلت إكمال الجهاد والتحقت بالثورة الجزائرية، حيث التحقت بجبال الأوراس وعملت تحت قيادة الدكتور محمود منتوري وعمار بالوزداد، إلى أن استشهدت في أواخر العام 1957، فكانت بحق شهيدة الثورتين الجزائرية والتونسية.